يمكن انا بقول للزمالك طبعا الزمالك احنا كسبنا المباراه. انا قبل المباراه يعني هيئتهم نفسيا جدا وقلت لهم صدقوني هنكسب المباراه، انا بقول لكم انا عندي ثقه انا هكسب المباراه بلغه الكره كده. وبعدين انت كان ليك تصريح بيكسر حاجز الخوف شويه بالزبط. او عدم الثقه في نفسي. وكان ليك تصريح ان انت بتقول انا رجعت بفتكر ان انا كنت لاعب في الاهلي وكاني دخلت الجون ده وانا بلعب في الاهلي في بالظبط. انا قلت انا كده بالظبط. انا قلت انا قلت انا كاني جبت جون يعني وانا بلعب مع الاهلي طبعا مباراه يعني طبعا نادي الزمالك نادي كبير ولكل احترام. بس بالنسبه لك فوز تاريخي برضه طبعا اول مره في تاريخ اسوان تكسب اول مره في تاريخه وبعدين مباراه طبعا يعني احنا كنا شكلنا تنظيميا افضل، احنا اللي ضيعنا انفرادات وصلنا المرمى اكتر طبعا. انا مستغربه من حاجه ان انت عملت الانجاز ده كذا انجاز مع فريق اسوان في مشوارك في الدوري ده وان انت توعدت وعود بقالك 3 سنين بتقول ان هما بيفاوضوك في اسوان وجيت مشيت بالطريقه دي. في وعود انت توعدت بيها من فريق اسوان لم تتحقق لذلك رحلت. لا هو هقول لك للامانه يعني هما ناس انا بكن ليهم كل الاحترام والتقدير. مشيت ليه؟ مشيت لان هما يعني مستكترين على المدرب بتاعهم ان هو انديه تكلمه وانا انديه فعلا كلمتني. ايه ايه مستكترين مستكترين على المدرب بتاعهم ان انديه تفاوضه او تكلمه يعني زعلانين بمعنى صح. طب انا راجل مدرب النهارده اللعيبه بتوعي بس اصل ده وارد في عالم كره القدم مش ان المدرب بيحقق نجاحات وبالتالي بعض اصل ده زي اللعيب ما انت مدرب نفس انت منظومه واحده انت عملت اداء كويس ولفت الانظار زي ما اللعيب بيلعب كويس ويلفت الانظار فانديه بتكلمه وبالتالي في بعض الانديه ودي خطوه هنجيلها ان شاء الله ونتكلم فيها. بس افتكر انه ده مش ما انا هقول لحضرتك ايه السبب بالظبط. انا في الفتره اللي كنت شغال فيها فتره المنافسات في اصعب فتره لينا اللي هي خلاص بندور على الثلاثه بونت او الاربعه بونت اللي يقعدونا. كان مين الفرق اللي مهدده؟ اكتر من 10 فرق كانوا تحتينا. مظبوط. كان تحت الاسماعيلي وتحت المصري وتحت وطلائع الجيش وتحت دجله وتحت جونه وكل الفرق دي تحتيه. فالبونت عزيز جدا في الفتره دي. فأندية كلمتني أندية كبيرة وأنا الكلام ده قلته وبعيده تاني عشان هم يعني الكلام بيتحرف. قلت الأندية دي فوضتني في الفترة دي أندية كبيرة كلموني إن أنا أسيب أسوان. زي مين يا كابتن أحمد؟ أنا بس مش عايز أقول الأندية لأن مرتبطة دلوقتي من ضمن الأسماء اللي قالها أندية كبيرة يعني أندية كبيرة من اللي كانوا أندية كبيرة يعني أندية منهم أندية شعبية ومنهم أندية مؤسسات أندية كبيرة. أنا رفضت عشان خاطر أسوان وعشان خاطر أنا ما نطش من المركب. ما ينفعش إن أنا وأنا ماشي مع الفريق في المرحلة دي اسيب الفريق وامشي رغم ان في مدربين عملوها بس انا عمري في حياتي ما عملتها يعني ما عملتهاش المركب. لا فالمفروض الكلام ده اتقدر عليه. لا فوجئت ان بيقولوا ده الكابتن كشري بيقول جاي له انديه وبيلوي دراعنا. دراعنا ايه؟ انا ما قلتلكش ان انا هسيبك وامشي. ده انا قبل الاجتماع بلغت رئيس النادي ان انا معاك ومكمل معاك خلاص. انا كنت بدرس بس الموقف بتاع النادي. في عندي 10 لعيبه اعارات في عندي لعيبه مطلوبه معظم اللعيبه مطلوبه بره. حضرتك اللي وصلت لهم انك عندك عروض بره ولا ده جالهم بره؟ لا هم سمعوا طبعا. انا هروح اقول لهم انا عندي عروض. انا عمري ما اتكلم لا في ناس بتحب تسوق لنفسها عايز لا لا لا